سلامة في فيديو جديد. اليوم راح نديرو مع بعض كيكة ان شاء الله تعجبكم. هاد الكيكة نسقو في البيسكوي. بالنسبة للبيسكوي عندنا 6 بيض، عندنا 4 مغارف كبار تاع الماء سخون، عندي ساشي لا ليفيغ شيميك، عندي هنايا فارينة 200 غرام، عندي هنا 2 مغارف كبار معمرين تاع الكاكاو و 200 غرام تاع السكر. بسم الله نبداو نفقصو البيض. فرصة ملح، نضيف السكر، نضربهم شوية بالباتور. فوالا ما نضربهاش بزاف حتى كيما الجنوال هكا يكفي. وكنضيفو الماء، الماء راهو سخون. لا ها ما قدرتش نبقى نشدو. وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة. وكنحكمو هاد المواد الجافة، نخلطوهم كامل مع بعض. كاكاو، وكيس خميرة. نخلطهم نقربلو. كاكاو ماغو ماشي نوار. صافي انا راح نفرخها هنا. ثم تقدروا ديروها الى عندكم زوج صغار، انا ما عنديش زوج صغار، عندي غير سر سواد. الى عندكم زوج صغار ديروا زوج، سينو ديروها ما ديروهاش مدوره، هذه قسموها على زوج، ديروا شكل يعني ريكتانجل. كنت فاهمكم واش قصدي، انا حبيتها مدوره، درت بزاف في شكل مستطيل. نتوما تحبوا الى عندكم افراد عائله بزاف ديروها مستطيله. فوالا قصدي قسموها هكا اون دو، وديروا زعما وحده باسكو انا نسحق وحده فوق وحده. دوك نفهمكم نتوما واش ديروا، هذه تقسموها على زوج وراكم تحصلتوا على زوج خبزات. دوكا يا البنات واش حنديرو، حنديرو لو بيسكوي اللي يجي في الوسط، عبارة عن بيسكوي باللوز أو بالجوز كيما حبيتو نتوما، تقدرو ديرو حتى بنواة كوكو، كل واحد واش يحب. لهاد لو بيسكوي نسحقو 3 بياض بيض، نسحقو حنايا أنا مخلطة جوز ولوز. نخليكم المقادير كامل في صندوق الوصف أسفل الفيديو. عندي هنايا الفارينة، جوج مغارف كبار ماشي معمرين تاع الفارينة، ومغارف صغيرة تاع لافاني، وعندي هنايا السكر. كما قلت لكم لي زانكادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. دوكا واش نديرو، نديرو قرصة ملح ونطلعو بياض البيض مع السكر بشويه. فوالا دوكا نضيفو هذاك الجوز اللي قلت لكم عليه، قطعة واحدة، ونخلطو بالسباتول. هنا الإناء تاعي راهو شوية صغير، ما جاتني شوية صعيبة. فوالا دوكا واش نضيفو، نضيفو الفارينة و لافاني.
ولا هوليك بعد ما خلطته القوام تاعو يكون متماسك. دوكا نجيبو صنيوان يطلع عليه وهذا ما نديروهاش رقيقة، نسحقها شوية خشينة على القد تاع الإطار تاعنا. الإطار تاعي ماشي كبير كيما قلت لكم، مانيش حبتها كبيرة، حبيتها مدورة تكون شوية صغيرة، واللي حبتني تاخد كبيرة تدوبلي. لي زانغريديون كاع تاع لو بيسكوي لا كريم برك اللي حنديرها لكم دوكا، الا درتو ميم الا درتو وحدة كبيرة ما تدوبليوهاش. فوالا دوكا واش نديرو، ندخلوها طيب على نار متوسطه، خلوها طيب مليح واحد 20 مينوت هكاك حتى نص ساعه، نقصوا النار وخلوها طيب لداخل وطيب من برا وزيد تحمر شويه. هذا ما كان على درجه حراره حوالي 180 درجه. دوكا واش عندي يا البنات، عندي 350 مللتر تاع الحليب، عندي 40 غرام فلون فاني، عندي 2 ساشيات سكر فاني. دوكا واش نديروهم، نديرو الحليب الفلون، نحطوها على النار تتعقد شويه. بون ماشي تعقد كيما لا كريم باتيسيير. نسيت ما قلت لكمش 3 مغارف كبار تاع السكر، انا كي بديت نحرك تفكرتهم وضفتهم. دوكا واش ندير، نخليها تبرد تماما، راكو تعرفوا فيها الفلون دوك تشد روحها. دوكا نبداو نروحو نديرو لا سويت تاع لا كريم. دوكا يا البنات راح نكملو ونديرو لا كريم. دوكا واش عندي، عندي 5 صفار بيض، عندي هنا السكر، نديرو صفار البيض، عندي الزبدة. لي زانغريديون تبعهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو، غادي نقول ونعاود. وعندي هنا قسم الزبدة دوكا ما نسحقهاش، يبيض شوية كما راكم تشوفو، نحطوه دوكا في الحمام المائي ونبقاو نحركو باش يتعقم منا البيض. هاكا نبقاو نحركو حتى نحسو شوية هداك السكر داب. صاي دوكا نخلوها تبرد، باسكو لو كان نديرو هكا هاد الخليط راهو سخون، كنديرو فوق الزبدة، الزبدة دوب هي متويناش كي العموس. نبدلها برك هدايا باسكو هدا راهو سخون باش تبرد لي بالخ. صاي دوكا نضيف لها هداك الخليط اللي درناه، صفار البيض والسكر، ندرب من ضرب جديد. دوكا نجيو نضيفو الكريمة تاع الفلون بعد ما بردت، نخلطوها هكا بلا ماغيز. انا ما تخلطتليش مليح بلا ماغيز، راني نعاود لها بالباتور. هاي هاي راك هاي ماي واجدة مايليك. لو كان داو في المونتاج، لو كان يدير طبقة واحدة ننبي بها هاد السيرو. بالنسبة لهاد السيرو واش درت، السيرو اليوم راح نخدمو دايما، درت ديرو نص كي نص كيلو محسوب، انا درت ما درتش كاس، درت كاس صغيور فوالا تاع السكر، ودرت له زوج كيسان تاع الماء والعسل مغرفة كبيرة تاع العسل. انا هذا هو السيرو تاعي المعتمد. نبيبيوها دوكا، نجي ندير طبقة تاع الكريمة.
دوك هذا الطبق، هذا الكريمه، ودوك هذه وشنو؟ هذا طبق البسكوي اللي خدمناه باللوز و بالجوز بيدو، حطوه هكا. هاد لي بسكوي بزاف بنين، قطعته على مقاس الاطار. صح هذا ما نبيعهاش، ما تتهل ما تحقش بيدو. دوكا نديرو اخر طبقه تاع لي بيسكوي هكذا. نضغط ونشربها كيف كيف. دوكا واش ندير؟ نخليها في المجمد ولا في الثلاجه تروبوزي تشدروها واحد. انا حنخليها غدوه ان شاء الله نديرها، نخليها ليله كامله. ولا خليتوها ليله كامله كي تجيو ديروها الكراسه تجبدوها ساعه من قبل من المجمد، باش ماشي نتوما غير تفرغوا الشوكولا تجمد لكم الشوكولا هذيك. هذا ما كان بون يا البنات. دوكا جبتها من المجمد، خليتها ساعه في الكونجيلاتور، بعد درت لها سيشوار ولا شاليمو كيما حبيتو نتوما، المهم تنحو الاطراف. دوكا نجي نلي فيها باش هاد التقابي اللي راهم هنايا ما تخش فيهم الشيكولا، باش تجيني على الكلاصاج تجيني ليس. فوالا هاي اللي كليتها. دوكا واش نديرها؟ نخليها في الفريجيدار، نجي في المجمد نخليها واحد زوج سوايع ونجي نكلاصيها. دوكا راح ندير مع بعض الكلاصاج، شنو نكلاصيو به. لا تاخد تاعنا بالنسبة للكلاصاج عندي 235 غرام تاع شوكولا نوار. أنا درت ميلاج بين شوكولا نوار وشوكولا أولي باسكو منحبش شوكولا نوار بزاف تجيني مرة. وعندي هنا 200 مليلتر تاع كريمة الطازجة. هنا عندي 35 غرام تاع الزبدة، عندي 30 غرام بيوتو تاع الزبدة. وعندي هنايا مغرفة كبيرة تاع السكر كريستاليزي. دوكا انا بالعاني خليتكم هاد شنو ديرو فونديليس، ما يهمش، المهم تكون كريم ليكيد ماشي ايباس. نغليها ندير لها السكر، نحطها على النار حتى تغلي. نضيف نص صوب ماشي كامل، نحرك حتى تذوب. دوكا نزيدو نضيفو النص الاخر. نخلطو دوكا نضيفو الزبدة باش نبدلها على ماعن. دوكا واش نديرو؟ نجيبو باش نكلاصيو لا تاخت تاعنا. فوالا الكناش تاعي هاوليك، دوكا الباتيسري تاعي هايلي. دوكا نحاول نكلاصيها كامل. ماشي كيما الكلاصاج ميغوار، الكناش لازم حنايا نحطوه. دوكا
نخليها تقطر مليح ونجي نكمل معاكم. خاصة انا ما عندي منشا حان ديكوري، انا تعمدت حبيت نديرها بلا ديكور. دي سامبل، اللي يحب ديكوري هاي ديكوري. كي تجيو تقطعو شاك فوا عاودو مسحو الموس تاعكم باش ما توسخش لاطاخ. هاي الكتاخ تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها هاد الطبقات وهاد الطبقه تاع الجوز بزاف بنينه. ان شاء الله الوصفه تاعي اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوناش يا بنات ديرو نجاح في الفيديو، وبقاو على خير في فيديو جديد.